في حياتنا أصحاب وقت الشدة بنلاقيهم أي كلام، بس ساعات بنقول إيه؟ صاحبك على عيبه. جاهزة؟ يلا بينا. هسألك 5 أسئلة وهتجاوبيلي عليهم. بعد ما نخلص الأسئلة دي هتختاري حد معين وتكلميه في التليفون. بس تختاري أقرب حد ليك عشان هسأله نفس الأسئلة دي بالظبط، وهنشوف مدى التوافق ما بينكم. يلا. أول سؤال، لما بتتعصبي بتتخانقي بقى وتزعقي ولا بتقعدي لوحدك؟ أنا ما بتعصبش، يعني بتعصب عادي. بس مش إنه بنرفز وبكسر، لا لا لا، ما فيش ده. يعني في العادي ما بتقعديش حتى لوحدك أو تعيط؟ لا لا خالص. نوال بتعترف بغلطها ولا بتكابر؟ ليك بكابر بس بالآخر بعترف يعني. بس لازم أكابر شوية. لو شفتي واحدة لابسة نفس فستانك بتتضايقي زي كل الستات ولا عادي؟ عادي. كان عندي فرح وأنا حغني في الفرح وكانت أم العريس لابسة نفس الفستان. عملت إيه؟ ولا حاجة، هي اختفت حرام. هي خافت؟ ما شفتها، اختفت. خافت بقى تشوفي الفستان ترفضي؟ لا، أنه زعلت، أنه أكيد تزعل يعني. أنه رايح عند مصمم كبير والفستان يعني لابساه على فرح ابنها يعني. بس الموضوع عند نوال عادي. عادي. امال ليه بيقولوا الستات بتغير من بعضها والحاجات دي؟ لكن في غيره اكيد، بس انه لما الست بتكون عندها ثقه في نفسها عادي. مش فارق معايا. بتعرفي تسوقي كويس ولا لا؟ اوه هنجرب. اوه هنجرب. لا بسوق كتير كويس. بتسوقي كويس؟ بجد؟ في مصر كمان عادي؟ لا أنا ما بسوقش في مصر، لبنان بس. بتخافي من السواقة في مصر؟ صراحة ليه بقى؟ أنا بحس رح يفوت بصير أقول له للدرايفر روق روق رح يفوت فينا. لا لا ما تخافيش أنا كده عشان زحمة. بتحبي القطط أكتر ولا الكلاب؟ بكره القطط وبموت في الكلاب. بتكرهي القطط؟ ليه؟ بكرههم، غدارين. غدارين؟ وعندي فوبي أنا من القطط من أنا وصغيرة. حصل موقف مثلاً؟ طبعاً. كان إيه بقى؟ كانوا بيتخانقوا وهجموا عليا، كنت صغيرة. أوه. ومن وقتها خلاص خفتي. بس بحب الكلاب. طيب مين أكتر حد يعرف المعلومات دي عنك؟ هو أكتر حد يعرف المعلومات دي مارسيل، بس مارسيل أخويا. مارسيل أخوك يا. نختار جول. جول أكتر شخص قريب مني. مين جول؟ جول ماي فريند. نكلمه؟ يلا بينا. هشوف بقى لو نفس الإجابات ولا لأ. أوكي. يا رب يبقى عارف الإجابات. إن شاء الله يرد أصلا. جو وي نجمتين، وي نجمتين جنية حياتي. ليك أنا بإنترفيو وبدو يسألك عني أسئلة، يا ويلك إذا بتجاوب غلط. دوبرك يلا. هي المذيعة حتسألك وأنت رح تجاوب. حياتي بس جاوب منيح عني. بتغششي؟ خلص أوكي يلا. بتغششي؟ رح تقول لهم إنه شيء غلط. أنا سامعة. لا 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 أنا سامعة. أنا سامعة. بتغششي؟ إزيك عامل إيه؟ برشي. ألو؟ ألو؟ هاي إزيك؟ هاي إزيك؟ الحمد لله تمام. أول سؤال معانا، لما نوال بتتعصب بتتخانق وتزعق ولا تقعد لوحدها؟ لما تتعصب؟ أيوة. معلنا ما أنا كتير بتعصب، أنه بتعصب شي 10 دقايق ربع ساعة بعدين بتروق، بس كتير كتير معصب ما أشوفها، بفضل ما أشوفها. مظبوط، إجابة صح. طيب نوال بتعترف بغلطها ولا بتكابر؟ لا نوال بتكابر. على فكرة أنت قلتي كده. أي ماري بكابر بس برجع حنون يعني حقيقي. ليك اللي عنده هيك صديق مش بحاجة لأعداء. طب نوال لو شايفت واحدة لابسة نفس فستانها هتتصرف ازاي؟ عادي. عادي بالنسبة لها؟ عادي ما عندها مشكلة. لا أبدا بالعكس، ما عندها مشكلة أبدا بالأساسية. حفظني. نوال بتعرف تسوق كويس ولا بتبهدل الدنيا معاك؟
نوار بعرفه كتير منيح، نوار شوفار وكتير بتسرع، بس في مشكلة إذا في حماية، مشكلة إذا في حماية بنعرف شو عكل اللي في مية، يعني إزاز محطوط عليه شيء أسود. إيه شو بيصير؟ اللي بيحصل؟ بتعرف شو عكل، يعني ما بنخلي رصيف ما بنعربش عليه كله. ما بقش عم هيك شوفار، ما عاد على كل الرصيف. أنا لحقوني، أنا طلع على الرصيف دلوقتي. الله يفضحك يا فضيحة، الله يفضحك يا جيل. لا بصراحة صاحبك بيحبك قوي. إيه مهضوم بجد يا جيل، خلاص. طب لسه، طب نوال بتحب القطط أكتر ولا الكلاب؟ آه بعد شيء. لا معروف انه ما بتحب كلاب، بس مالها عندها مزرعه بالبيت، عندها 4 كلاب. ما شاء الله، ما بتحب القطط ابدا ابدا ابدا. لا ده انت صاحبها بجد، ده صديقي، ده كده يعني النتيجه طلعت 100%. اه اكيد حبيبه قلبي نوال. اه جيل حافظني، هلا بيعرف انا بشو عم فكر. ميرسي جيل، ثانك يو، باي حياتي، بوسك، ثانك يو حياتي، اي لاف يو، باي باي. هي دي صحاب صاحبك طلع عارفك بنسبة 100%. اه جيل حافظ 10 سنين ليلى نهار، ما شاء الله.